السلام عليكم، معكم بويفران عثمان، رئيس لجنة التكوين بعصبة الرباط سلاز مورزاير، رئيس نادي نجوم حدران لألعاب القوى. احنا في رحاب دورة تكوينية في مدينة الخميسات أيام 27-28-29 شوتنبير. هي دورة تكوينية، هي سلسلة من الدورات اللي نظمتها الجامعة تحت إشراف الجامعة الملكية لألعاب القوى، وفق استراتيجية تتبعها الجامعة الملكية من أجل تكوين المدربين على الصعيد الوطني. هذه الدورة التكوينية هي نتاج ترسيخ أو تفعيل القانون 30-09 الذي جاء بمستجد بخصوص الكفاءة المهنية بالنسبة للمدربين أو المؤطرين بالأندية على الصعيد الوطني، اللي خصهم أنهم حسب المستجد أنهم يكونوا ضروري يتوفروا على الأقل شهادة من العصبة اللي تنتمي لها أو الجامعة الملكية لألعاب القوى، أو يحصلوا على شهادة في مجال رياضي من المعهد مولاي رشيد، أو شهادة ديال الأساتذة ديال التربية البدنية ديال لو بي إس. هادو اللي تيخولو من القانون أنه حسب مستجد القانون 30-09 اللي صدر في قرار وزاري في 2016 أنهم يمارسوا أو يزاولوا مهنة التدريب في الأندية على الصعيد الوطني. وهذه من بين المستجدات اللي جابت لهذا القانون 30-09، بالاضافه الى البند ديال اللي تيخص الاعتماد، اما يخص الاعتماد ضروره توفر كل الانديه والجمعيات الوطنيه سواء في رياضه العاب القوى او كره القدم، اي جول الرياضات خصو يكون يحصلوا على اعتماد من طرف الوزاره تاكد انه المصداقيه والمشروعيه والتواجد الفعلي ديال الانديه والجمعيات على الصعيد الوطني تحت لواء المؤسسات المنظمة، سواء المؤسسة ديال ألعاب القوى الجامعة الملكية لألعاب القوى المنظمة لرياضة ألعاب القوى، أو المؤسسة المنظمة لكرة القدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. بخصوص تنظيم دورة تكوينية في خميسات من طرف عصبة الرباط سلاز مورزاير تحت إشراف لجنة التكوين في العصبة، هذه الفورماسيون هي نتاج تفعيل استراتيجيه ديال الجامعه الملكيه لألعاب القوى تحت الاشراف ديالها وبتأطير مدربين من المنتخب الوطني. كانت فورماسيون اللي هي ناجحه بجميع المعايير، سواء على مستوى التنظيم او التغذيه او الحضور او اللوجيستيك. كانت بالنسبه للمشاركين في الدوره التكوينيه كانوا سعداء وفرحانين انهم تلقاو واحد الدوره تكوينيه من مستوى عالي لتتقيس مجموعه من المعايير ديال الدورات التكوينيه على مستوى الاتحاد الدولي. هذا مستوى اول في الدورات التكوينيه، مازال ان شاء الله تمر الجامعه لمستويات اخرى، للمستوى الثاني ومستوى الثالث ان شاء الله. وهذه استراتيجيه الجامعه في اجل تكوين اطر اللي يقدروا يكونوا اكفاء ويقدروا يصنعوا واحد الخلف ويصنعوا الامل الوطن والمملكة المغربية، وأنهم يقدروا يكونوا أبطال اللي يقدروا يحققوا نتائج ويمثلوا المملكة المغربية في جل الملتقيات الإفريقية والوطنية.